اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، احمد ثابت وكريم سعيد. ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله. بركة ايه؟ كله تمام. ازيك يا كيمو؟ ده كابتن اسلام. كله كويس؟ الحمد لله كابتن. الحمد لله. خلينا نبدا بقرعه دور ال 32. مين الاقرب يا احمد ان هو يلعبنا في دوري ابطال افريقيا؟ طبعا سان جورج الاثيوبي الاول، طبعا الاقرب. يعني هو الاول هم كانوا قالوا ان دوري السوبر اللي بيشارك في دوري السوبر الافريقي مش هيلعب في دور ال 32، وبعدين رجعوا غيروا الكلام النهارده خلاص رسمي، النادي الاهلي وقع في القرعه يعني، فهيلعب دور ال 32. يعني بدايه الموسم الجديد ان شاء الله هتبقى 1/9 ماتش السوبر الافريقي، لسه برده مش رسمي، بس في خلاص تم التاكيد ان 15/9 مباراة الذهاب، في يعني ان شاء الله 15 16 17 15 او 15 او 16 او 17. الاقرب طبعا هو الفريق سان جورج الاثيوبي، فريق قوي متصدر الدوري الاثيوبي باستمرار، لسه حتى هم من اسبوع اخذوا الدوري الاثيوبي، متصدرين، اخذوا الدوري الاثيوبي فارق 4 نقاط عن الثاني. عندهم المهاجم التوجولي اسمه اسماعيل اوجورو، مهاجم كويس جدا، وده كان عليه صراع ما بين الترجي وما بين الرجاء، وبعد كده خطفوا في الاخر من يومين الجيش الملكي. الجيش الملكي المغربي اللي هو متصدر الترتيب في الدوري المغربي هو اللي خطف المهاجم اسماعيل اوجورو التوجولي اللي هو مسجل 25 هدف، وهم اصلا جايبين في الدوري 54، يعني تقريبا نص الاهداف اللي جايبهم، نص قوتهم الهجوميه. طبعا اكيد هم هيدعموا بصفقات تانيه مكان اسماعيل اوجورو. عندهم برده جاتوش بانوم، اللعيب اللي كان بيلعب في الجونه، اللعيب الارتكاز موجود عندهم في الفرقه. فبالتاكيد برضو يعني البدايات دايما دايما بقول ان دوري ابطال افريقيا بتتخذ على مراحل، مرحله ما قبل دور المجموعات ومرحله هنرجع تاني هنرجع واطهر الطاهر ويقعد يقول لك مش عارف ايه هي مراحل، والنادي الاهلي بيتحول، بس ان شاء الله السنه دي بقى عايزين نبداها. ما ينفعش يخش في الثمانيه على طول. مفروض بصراحه، مفروض يعني كبير الكاره لازم يخش من دور الثمانيه. صحيح. اعرف رايك برضو كريم. طبعا لا متفق مع ثابت في سان جورج، طبعا هو الفريق الاقرب، واحنا بس يعني مشكلة طبعا مع سان جورج مش من الامور الفنيه، اعتقد يعني دور ال 32 الامور في المتناول بالنسبه للنادي الاهلي. يعني مشكلتي في نقص الاكسجين. نقص الاكسجين ماتش في اثيوبيا ده واحد من اسوء المباريات اللي ممكن تلعبها، زي بالظبط في امريكا اللاتينيه لما المنتخبات بيروحوا يلعبوا في بوليفيا. صحيح. كلهم بيكرهوا ان هم يلعبوا في بوليفيا، يعني هناك الاكسجين بيقل بنسبه كبيره جدا، حتى اعتقد كمان اثيوبيا ممكن تقارن ببوليفيا، يعني هناك الارتفاع كبير قوي قوي بصراحه، 2500 كيلو متر فوق سطح البحر. زي ابها في السعوديه برضو. يعني الموضوع مش سهل بصراحه. ف ان شاء الله باذن الله الجهاز الفني طبعا والجهاز الطبي هيبقى عليه شغل كتير ان شاء الله، بس طبعا اهم حاجه سان جورج طبعا ياكد يعني تاهله، يعني طبعا هو اكيد ولسه هيلعبوا دول ال 64 عندهم ماتش 64 طبعا بعد ما اكد تاهله. طبعا اكيد ان شاء الله احنا نبقى مستعدين وان شاء الله يمكن كمكم اللي هو فريق كمكم ال كي ام كي ام كي ام كي احنا بنسميه كم كم هذا الفريق ممكن جدا يعمل المفاجاه ولا صعب؟ لا ما احنا ما نعرفوش، احنا بنتكلم على فرق مجهوله، زي بالظبط فريق جنريسيون فوت في السنغال. جنريسيون فوت طبعا واحده من الاكاديميات الكبيره جدا في السنغال، اول ما دخل يبدا يلعب في دوري ابطال افريقيا احنا مش عارفينه، بس لما شفناه بيلعب حتى جه مره لعب هنا اعتقد مع نادي الزمالك. الزمالك الزمالك لعب مباراه حلوه جدا، يعني عندهم طبعا لعيبه كويسه، وهم كمان اكاديميه بتعمل لعيبه صغيره وبتسوقهم. صحيح. فانت ممكن تلاقي ام كي ام ده ممكن تلاقيه اكاديميه ممكن، وعنده لعيبه كويسه وبتاع، وفجاه هوب عمل مفاجاه. فطبعا احنا في الاخر احنا جاهزين لكل الامور، اهم حاجه طبعا ناخد بالنا لو رحنا نلعب في اثيوبيا اكيد موضوع الادويه اللي بتعالج بقى الضغط ونقص الاكسجين والحاجات دي كلها تبقى ان شاء الله اكيد مليون في الميه. الجهاز الطبي في النادي الاهلي واحد من افضل الاجهزه الطبيه الرياضيه في مصر حاليا. ثابت، خريطه النادي الاهلي السنه دي او السنه القادمه، يعني الموسم القادم طبعا مزدحم مزدحم، والموسم الجديد مش هيخلص قبل 1 اغسطس 1/9 كمان. الدوري الموسم الجديد مستحيل يخلص قبل 1 اغسطس. تعالى بص حضرتك الماتشات حتى تعالى ونحسبها مع بعض، يعني الاول بدايه الموسم مثلا مباراه السوبر الافريقي قدام اتحاد العاصمه الجزائري، ده الميعاد الاقرب 1 سبتمبر لو نعرض بس الميعاد الاقرب ولكنه ليس الحقيقي وليس الرسمي. وده مش الرسمي، فانت دلوقتي عندك شهر من ما تنهي مثلا مباراه الداخليه، بعد كده عندك شهر ممكن تدي فتره راحه وتعمل معسكر اعداد. لا واعتقد تلعب المصري او تلعب المصري، ما انت هيبقى الداخليه لو كسبت دور الثمانيه. فتعالى بقى نبص من 1/9 عندك ايه السوبر الافريقي لو اتلعب، بعد كده في توقف دولي لمنتخب مصر من 4 سبتمبر ل 12/9 ل 12 سبتمبر، ده هيبقى في ماتش اثيوبيا واحتمال يبقى في ماتشين وديين البرازيل واورجواي.
ده المنتخب مصر. بعد كده تخش من 15 ل 17 9 ذهاب دور ال 32 اللي احنا كنا بنتكلم فيه دلوقتي اللي هو سان جورج الاثيوبي. بعد كده ماتش العوده هيبقى من 29 او 30 او 1 اكتوبر. فانت ممكن بدايه الدوري تبقى فين في الفتره دي؟ بدايه الدوري قالوا 15 15 9 ماشي، هتبقى في الفتره دي. انت هيتاجل لك الاسبوع الاول، هيتاجل لك الاسبوع الاول. يبقى انت قدامك كام من 15 9 ل 1 اكتوبر؟ على الاقل هتلعب ممكن جوله، ثلاث جولات. ده اول يعني النادي الاهلي هيلعب اول ثلاث اسابيع في الفتره دي. بعد كده في توقف دولي ثاني لمنتخب مصر من 9 اكتوبر ل 17 اكتوبر، برضه هتحط الجوله مثلا الرابعه من 1 اكتوبر ل 9 اكتوبر. يبقى انت كده لعبت حوالي اربع جولات. بعد كده من 9 اكتوبر مفيش فتره خالص تحط فيها ايه ماتشات. انت عندك الاول توقف دولي لمنتخب مصر من 9 ل 17 اللي هو الاستعدادات بتاعت بطوله كاس الامم الافريقيه. بعد كده بطوله الدوري الافريقي اللي هي دوري السوبر الافريقي اللي هي المسمى الجديد بتاعها الدوري الافريقي لكره القدم. دي هتبقى من 20 اكتوبر ل 11 نوفمبر. النادي الاهلي طبعا مش هيلعب في الفتره دي خلاص ماتشات في الدوري. يبقى انت عندك لغايه كام؟ لغايه 11 نوفمبر مفيش غير اربع جولات بس. نكمل من 13 نوفمبر ل 21 نوفمبر الجوله الاولى والثانيه لمنتخب مصر في تصفيات كاس العالم. بعد كده 24 نوفمبر الجوله الاولى في دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. بعد كده 1/12 الجوله الثانيه في دور المجموعات. بعد كده 8/12 الجوله الثالثه. بعد كده 12 اللي هي الجوله بعد كده اللي هي فتره كاس العالم للانديه من 12 ديسمبر ل 22. فانت تخيل ان الفتره دي كلها من 1/9 وبعد كده كمل هتلاقي كاس الامم كمان في يناير. هات الصوره اللي بعدها، هتبص تلاقي كاس الجوله الرابعه لدور المجموعات في نهايه شهر ديسمبر، بعد كده كاس الامم في يناير من 13 يناير ل 11 فبراير، وبعد كده الجوله الخامسه لدور المجموعات اللي هي هتبقى من 23 ل 25. يعني انت بتتكلم لغايه 11 فبراير بالظبط مع نهايه كاس الامم ممكن ما تكونش لعبت هتكون لعبت خمس جولات، خمس او ست جولات ماكسيمم لغايه شهر فبراير. هلاوي النادي الاهلي هيبقى لغايه شهر فبراير هيبقى لاعب خمس او ست ماتشات، ده ماكسيمم بالكتير كمان لو الجدول مزنوق قوي. يعني هتبقى في الجوله لغايه يوم 11 فبراير، فانت هتبدا الدوري تعتبر من نص فبراير اللي هو عشان بقى تخش بعد كده في الجوله الخامسه والسادسه لدور المجموعات اللي هي في فبراير. ونرجع بقى في قصه يطلع يقول لك يا جماعه ازاي مأجلين للنادي الاهلي؟ ازاي مأجلين من دلوقتي اهو يا جماعه. عشان لما تيجي تطلع هو عارف نفسه، يعني لما يجي يطلع يقول لك انتوا ليه مأجلين والنادي الاهلي والمش عارف ايه ولا على راسه ريشه والكلام اللي هم بيقولوه ده. فاحنا بنقول لكم من دلوقتي يا جماعه احنا يعني 90% النادي الاهلي لن يبدا مبارياته قبل نص فبراير. يعني لو بدا هيبقى اول هيبقى لاعب خمس اسابيع بالكتير. والدوري نفسه يا كابتن اسلام من زميلنا محمد همام في يلا كوره كان كتب تقرير خطير جدا، واتمنى يكون الحاج عامر حسين يقراه، ان السنه الموسم ده المتاح لمباريات الدوري 150 يوم اللي هم نص المده اللي كانت متاحه لموسم احنا لسه مخلصينه وبنشتكي منه. لا والله العظيم حسبناها بالورقه والقلم 150 يوم بس المتاحين للدوري انك تلعب فيهم الدوري. عندك كم هائل من الارتباطات السنه الجايه، وعندك اولمبياد ومنتخب مصر ومنتخب اولمبي، وكمان المنتخب الاولمبي ده محتاج معسكرات، والمنتخب الكبير محتاج معسكرات، والنادي الاهلي الدوري السوبر حسبناها بالظبط كاس العالم او كاس العالم 154 يوم اللي هم نص المده ده لغايه شهر 8 اللي جاي. انا مع ثابت جدا في اللي هو بيقوله. ممكن الصوره الثانيه اجيب لك كلامك. ممكن تكمل لغايه سبتمبر. انت المفروض اصلا يعني كان المفروض تخلص الدوري قبل بدايه الاولمبياد. ده الطبيعي طبعًا. في اي دوري في العالم طبعًا. انت بتخلص احنا كده برضو هنخش في فتره ايه ان لعيبه النادي الاهلي هتروح تلعب فين في الاولمبياد. وهتحصل نفس المشكله اللي حصلت السنه اللي فاتت او اللي قبل اللي فاتت ايام اكرم توفيق والشناوي وكان في حجازي. لا وهتحصل نفس المشكله بتاعت كاس عالم الانديه في الامارات لما لعبنا كاس عالم الانديه في الامارات كاس الامم. لا بس العكس بقى هتلعب في السعوديه وبعد كده اللعيبه تطلع على كاس الامم مع المنتخب الاول. لا الموسم ده بصراحه عشان كده موسم صعب. مهم ايه دلوقتي؟ ان انت تدي راحه للعيبه. دي اهم حاجه دلوقتي. انت داخل على موسم النادي الاهلي هيلعب 73 ماتش السنه الجايه في كل البطولات. صحيح 73 مباراه، فانت مهم جدا ان انت تدي فتره راحه. كان مناسب ده بصراحه موسم المجموعتين. طبعا بكل امانه كان افضل موسم تلعبه بنظام تونس. تلعب بقى نظام يعني تحاول انت مثلا لا تعمله على جولتين، لا تعمل مجموعتين وبعد كده تعمل مربع ذهبي، انما احنا بنلعب دورين 34 ماتش بالنظام ده استحاله. الموضوع صعب جدا مش هتخلص قبل 1 اغسطس. الموضوع صعب.
يعني بالنظام ده انت عندك الاولمبيات هتخلص بعد الاولمبيات كمان، فهو هم خلاص هم احنا متعودين على كده، فغالبا الموسم ده هيخلص برضه في اخر شهر 8 بالكتير يعني او 1/9. ده المتوقع كمان. وهيبقى بقى ايه النادي الاهلي لاعب، يعني انت هتخلص في 1/9 ولا في اخر 8، وهيبقى النادي الاهلي لاعب 73 ماتش في الموسم الجديد، 73 مباراه لو وصل للنهائيات. لو وصل للنهائيات. كريم، اللائحه السنه دي طلعت، ايه رايك؟ نقول كده بعض النقاط اللي شفناها من اللائحه. وبصراحه يا بعض النقاط، يا في نقاط لطيفه وفي نقاط انا بصراحه ما فهمتهاش. يعني مثلا اول نقطه مثلا، يعني ان لا يسمح لمدير فني ان هو يدرب اكتر من فريقين في الموسم، ولو هو مستقيل خلاص مش هيدرب، لو فريق اقاله من حقه ان هو يدرب فريق واحد بس. طب انا بس بفترض الراجل تمت اقالته لاختلافات او انا اسف، يعني مدرب مثلا، بقول مثلا كانه ما بيحصلش في مصر، يعني بقول مثلا المثل ده من دوله كوالالمبور، مدرب اتخانق مع رئيس نادي واختلف واقاله، الراجل راح لفرقه تانية مثلا ورئيس نادي اخر اقاله، طب الراجل يعمل ايه؟ ذنبه ايه؟ ما اقول بقول مثلا يعني. فهل هل هل القاعده دي لما اتحطت على كل احوال المدربين؟ لا طبعا، انا متفهم في بعض المدربين الفنيين بيقعدوا يتنططوا، اول ما بيكسب 5 مع فريق ويبقى بياخد مثلا 5 قروش، يجي له فريق تاني يقول له طب تعالى اديك ادفع لك شرط الجزائي واديك 20 قرش على طول، بيعمل ده صح بيحصل. بس السؤال هنا برضه في نفس الكيس، في مدربين بيلتزموا بس رئيس النادي هو بيختلف معاه، طب هتعمل في الكيس دي ايه؟ طيب برضو دي نقطه مهمه قوي يا كابتن اسلام، قال لك لا يجوز لاي نادي التعاقد مع لاعبين جدد الا في حدود الميزانيه المقدمه في ملف التراخيص. نقطه جميله ونقطه عظيمه، بس بجد هل كان بيطالب بالكلام ده السنه اللي فاتت؟ النادي الاهلي بجد والله. السؤال بقى، هل النقطه دي فعلا هتنفذ؟ يعني فعلا احنا النهارده بنتكلم ان في عدد من الانديه بتمر بمشاكل اقتصاديه، وبصراحه هنا يحضرني الكابتن حسن حمدي ومجلس اداره الاهلي، حتى الكابتن محمود الخطيب اللي كان مع الكابتن حسن حمدي من زمان، وهم بيصرخوا يا جماعه الكوره بتتحول لنظام اقتصادي. يعني النادي الاهلي بصراحه لحق نفسه وقدر النهارده يوفر ويبدا يشتغل ان هو يطلع موارد لنفسه. ايوه النهارده مثلا في وجهه نظري النادي الاسماعيلي مثلا وهو بيحط ملف التراخيص بتاعته كابتن ثابت في بطوله الدوري، ايه المبلغ اللي هيحطه عشان يتعاقب مع لاعبين جدد كابتن اسلام؟ نادي الزمالك، نادي المصري، نادي الاتحاد، بيراميدز اعتقد من الانديه. طبعا بنتكلم، لا نادي بيراميدز برضو حاله خاصه شويه، نادي بيراميدز عنده موارد كويسه، فدي برضو نقطه، هل النقطه دي هتنفذ ولا مش هتنفذ؟ هنستنى ونشوف. طيب نقطه برضو الكويسه جدا انا شايفها دي كويسه قوي قوي قوي، ان يمكن قيد اي نادي يمكن قيد 3 لاعبين اجانب في المراحل السنيه المختلفه ولم يحدد المرحله السنيه. يعني اي نادي من حقه ان اي 3 لاعبين اجانب تحت السن في اي فئه عمريه انت عايزها. بمعنى احنا السبت كنا قلنا كان في قاعده 2001 لاعب واحد، 2001 واحد 2003 وواحد 2005، يعني 2005. لازم واحد في كل فئه، في كل فئه. السنه دي فتحها لك، عايز تتعاقد بالثلاثه في 2003 انت حر، عايز تتعاقد 2005 انت حسابك مفتوح. انا بشوفها دي حاجه كويسه في حته ايه؟ ان احنا نقدر النهارده نحضر لاعبين اجانب صغيرين تجيبهم بسعر قليل، تحسبا مثلا لو انت عندك مثلا لاعب اجنبي كبير في السن انت شايف ان هو مش هيستمر معاك اكتر من موسم او موسمين، فتبدا تحضر اللاعب الصغير ده ان هو يحل مكانه بعد سنه او سنتين بشكل جيد، ممكن كمان تطلعه اعاره ويفضل على قائمتك وبعد كده تستغل. فدي نقطه كويسه جدا. نيجي بقى للنقطه في وجهه نظري النقطه الغريبه قوي، لما جمعت فلوس اي نادي هيشارك في الدوري الممتاز لقيت ان كل نادي هيدفع عشان يلعب في الدوري والكاس هيدفع 2 مليون جنيه اشتراكات. ايه هم بقى عشان نفصصهم؟ الفريق الواحد هيدفع 100,000 جنيه اشتراك في رسوم المشاركه في الدوري الممتاز، 50,000 جنيه مشاركه في رسوم المشاركه في كاس مصر، وهتدفع 1,750,000 جنيه أوكي. هتدفع للحكام. طيب انا هدفع 1,750,000 جنيه انا كنادي هدفعهم للحكام، طب ده ايه؟
يعني هدفع انا رواتب الحكام؟ انا هدفعها؟ ده الطبيعي، ده الطبيعي من زمان، ده ماشي من زمان. ماشي، طب من زمان كان بتحصل بس ما كانش بقى مش من اتحاد الكوره، كانت بتبقى من الانديه. طيب ماشي يا كابتن سليم، 100,000 جنيه كشف توفير خدمه الكشف على النشطان، يبقى كده دفعت اجمالي 2 مليون جنيه وانا متفق معاك. طيب انا كسبت الدوري، كسبت دفعت كل ده وكسبت، هاخد كام؟ مبروك كسبت الدوري، مبروك بجد والله. انا هاخد كام؟ يعني دفعت ملايين وبتاع. ايوه انا هدفع 2 مليون جنيه، انا هدفع 2 مليون جنيه. وطبعا في نقطه مهمه، السفريات والانتقالات بتاعتي بين المحافظات انا اللي بدفعها، الاتحاد ما يدفعليش حاجه. طب السؤال هنا، انا بجد والله التنافسيه دي انا في الاخر خدت ايه؟ اعتقد المكافاه بتاعت البطل الدوري مليون جنيه او الكاس بتاعت الكاس مليون جنيه، والرابطه والرابطه برضو والسوبر ليها بطوله. الدوري مفيش، لا الدوري مفيش بجد، باخد درع وبس. طيب بس. فدي نقطه برضو احنا محتاجين لازم يتم دراستها من رابطه الانديه. ما ينفعش النهارده ان انا ادفع هذا الكم من الاموال وفي الاخر اخش في تنافس وما اخدش في الاخر شيء. مهم قوي 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 ان انا النهارده اخد الحته بتاعت ان انا الانديه تدفع 2 مليون جنيه اوكي، ويكسب. الكاس تبع الرابطه تمام، والسوبر برضو لما كان في الامارات كان بمبلغ مالي، لكن الدوري مفيش خالص. يعني الدوري ما ينفعش لازم يتحط له مكافاه ماليه كويسه، وبرضو ما تبقاش مليون جنيه. يعني النادي مش هيدفع كل المصاريف دي طبعا، وفي الاخر اخد دوري وتقول لك جايزه مليون جنيه. المليون جنيه برضو يعني ما عادش جايزه دلوقتي، يعني اقل جايزه دلوقتي مليون جنيه قليل. يعني برضو في كاس مصر جايزه مليون جنيه دي قليله جدا. طيب النادي الاهلي هو النادي الاعظم والاكبر والاكثر تحقيقا للالقاب هذا الموسم، ده الاحصائيات اللي عندك في عام 2023. في الاحصائيه بتقول عندك حاجه ثانيه يا كريم؟ نعم. لا لا لا، دي كانت اخر نقطه. النادي الاهلي اكثر نادي حقق انتصارات في عام 2023 في العالم. النادي الاهلي حقق 31 انتصار في السنه دي من بدايه السنه، يليه مانشستر سيتي 27 انتصار، يليه مانشستر يونايتد 24 انتصار. ده طبعا يحسب لمارسيل كولر، وطبعا ده يعني بياكد كمان النادي الاهلي اكتر نادي في العالم لاعب مباريات السنه دي. يعني لعب 44 مباراه في عام 2023 من بدايه السنه. الناس بتقعد تتكلم بنأجل الماتشات ليه، النادي الاهلي اكتر نادي في العالم لعب ماتشات يا جماعه. صحيح. هات الاحصائيه اللي بعدها هتلاقي ان هو اكتر نادي في العالم لعب ماتشات، اكتر نادي في العالم حقق انتصارات، اكتر نادي في العالم حقق بطولات 4 بطولات. مانشستر سيتي اخذ 3 من بدايه السنه، وعندهم السوبر وعندهم كاس العالم للانديه، والنادي الاهلي عنده السوبر الافريقي اللي هو هياخده كل ده ان شاء الله، والدوري اللي هو الدوري الافريقي لكره القدم، وعندنا برضو كاس السوبر لو اتلعب السنه دي، الكاس اللي هو الحالي. فالمنافسه ما بين النادي الاهلي ومانشستر سيتي السنه دي هتبقى ان شاء الله على اكثر نادي في العالم تتويج في كره القدم بالبطولات، واحتمال في مواجهه ما بينهم في كاس العالم للانديه. احتمال، نتمنى نبعد يعني. في نشوف في احصائيه بقى مهمه جدا لمارسيل كولر، مين اللعيبه السنه دي اللي مارسيل كولر حط بصمته عليهم، او مين اللعيبه اكتر اللعيبه اللي ساهمت في اهداف تحت قياده مارسيل كولر منذ توليه المهمه. قدامنا الارقام اهي، اكتر لاعب ساهم في اهداف السنه دي مع النادي الاهلي علي معلول. اوكي. علي معلول سجل 10 اهداف وصنع 16 اسيست، ساهم في 26 هدف، رقم واحد علي معلول. رقم اثنين حسين الشحات السنه دي صانع 13 جون ومسجل 10 تجوان، يعني مساهم في 23، يبقى معلول 26 حسين الشحات 23. التالت مين؟ كهربا. كهربا سجل 15 جون، وده تاني اعلى موسم في تاريخ كهربا بيسجل فيه اهداف بعد موسمه مع اتحاد جده السعودي في السعوديه. صنع 5 يعني مساهم في 20، يبقى كهربا رقم 3. بيرسي تاو رقم 4 سجل 9 وصنع 7 ساهم في 16. محمد شريف رقم 5 سجل 14 ما صنعش ولا جون، ساهم في 14 هدف. احمد عبد القادر سجل 10 اهداف صنع جونين ساهم في 12 هدف. رقم 7 محمد مجدي قفشه، رغم ان هو بيلعب بديل كتير ولكن هو مساهمته كويسه جدا، سجل 4 وصنع 7 ساهم في 11 هدف. دول اكتر 7 لعيبه في النادي الاهلي معديين ال 10 اهداف مساهمه تحت قياده مارسيل كولر، معلول، الشحات، كهربا، تاو، شريف، عبد القادر، قفشه. اوكي. كريم، مباراة بيراميدز وهزيمة الأهلي بثلاثية. طبعا أكيد مباراة نادي بيراميدز، يعني شفنا المباراة دي كتير في سيناريوهات نادي الأهلي يكون بيحسم الدوري.
قبل نهايته بثلاث اسابيع او اربعه، شفناها مع مستر مانويل لما جه في احد المواسم، اعتقد اسلام اداكو راحه عشان كان النادي الاهلي هيلاعب النادي الاسماعيلي سيمي فاينل الكاس، ولو كسبت لاعب الزمالك في الفاينل، وكان برضو ساعتها الدوري كان مضغوط جدا وكان باقي الاهلي ماتشين، ماتش مع الزمالك وماتش مع الاسماعيلي. كان اكتر من ماتشين. نعم كان اكتر من ماتشين. كان بس كان الزمالك كان اربعه وخمسه. الزمالك كان الزمالك كان الماتشين برضو اتلعبوا ورا بعض، النادي الاهلي لعب نادي الزمالك برضو بالصف الثاني واتغلب 2-0، وبعد كده لعب الاسماعيلي في اسماعيليه واتغلب 1-0. فالمباريات دي من نوعيه المباريات اللي اكيد بيحصل فيها عدم انسجام وعدم تناغم، وبرده كمان هو كولر حاول في الشوط الثاني يعني يضخ بعض الاسماء الاساسيه في محاوله للعوده للمباراه، لكن ما فيش توفيق، وده انا بشوفه امر عادي ما فيهاش اي ازمه خالص. المباراه طبعا اكيد ممكن برده قال كلمه حلوه قوي عجبتني، ان هو برده اصر ان هو في بعض اللاعبين هو ما قالش اساميهم، اداهم دقائق زياده عشان عايز يحكم عليهم قبل ما ياخد قراره النهائي بالنسبه لقائمه الموسم الجديد، وده امر يؤكد ان الراجل عينه على الناس كلها وفير عشان تبقى الدنيا واضحه. انت جات لك فرصه، انا النهارده طبعا داخل على موسم يعني زي ما ثابت كده شرح من شويه، بكل امانه ما فيهوش اي مساحه للمجاملات، ما فيهوش اي مساحه حتى ان انا اقدر يعني اجي على نفسي شويه، صعب جدا الموسم الجاي بصراحه، محتاج كل اللعيبه اللي هيتأيدوا في القائمه يبقى كلهم على نفس المستوى، لان انت هتحتاج ان انت تريح ده في ماتشات مهم، مش هتريح في ماتش انا اسف يعني كلاس بي او ماتش متوسط. فانا بشوف ان هو تعامل مع هذا الامر بشكل جيد، واحب بس في النقطه بتاعت برضو احب اعقب عليها بتاعت حسين الشحات، ان انا النهارده انا في وجهه نظري مجلس اداره النادي الاهلي نقطه مهمه جدا، والنهارده بصراحه اجتماع مهم للناس لما بنيجي دايما الولاد الصغيرين الاهلاويه اللي بيجوا يسالوا يا جماعه يعني ايه مبادئ النادي الاهلي؟ مبادئ النادي الاهلي هي ان اللائحه بتقول ان حسين الشحات يتعاقب مثلا يعني بخمس قروش. مجلس اداره النادي الاهلي شاف ان حسين لا خطاه محتاج تغليظ او محتاج تجديد. ده النادي الاهلي ما بيستناش حد يصحح له، النادي الاهلي يعني بنفسه ومن ذات نفسه بيطلع العقوبه، وعقوبه بتبقى رادعه عشان ما نعملش ده ما يصحش. احنا دي مش تصرفاتنا ومش اخلاقنا، وما ينفعش احنا نعمل تصرفات اي لاعب لابس تيشيرت النادي الاهلي. فالنادي الاهلي دايما بيصحح نفسه. اي حد بيسال ايه هي مبادئ النادي الاهلي، ببساطه كان ممكن ببساطه جدا 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 النادي الاهلي يعمل زي انديه كتيره بتنجرف لخناقه السوشيال ميديا، وبلاش بقى النهارده يبقى نسيب الفرصه ده يشمت فينا وده مش عارف يعمل، لا ده مش موجود في قاموس الاهلي. انا غلطت، انا اللي بحاسب نفسي وانا بعاقب نفسي، وبحيي بصراحه حسين الشحات على البيان اللي عمله وان هو التزم و يعني اعتذر على التصرف اللي عمله. وبس هقول كلمه واحده بس لمحمد الشبيه في وجهه نظري، محمد الشبيه طالما ان انت كزميل ليك جالك في اوضه اللبس وانت قبلت وكان واضح ان انت قبلت بمحض ارادتك الصلح، ودي علاقتكم الشخصيه كلعيبه وكمان في مجال واحد يعني ده اصحاب المجال الواحد بيبقى في ما بينهم كده قوانين معينه، انت قبلت بكل امانه فكره ان انت تمشي وتطلع العمره ويجي لك تليفون وتسيب العمره وترجع عشان نضخم ونخش في امور في الاخر هتنتهي الى لا شيء، ده مليون في المية اكيد بعد سؤال لناس كتيره جدا مسؤولين. اعتقد مش من يعني ايه مش من شيم اللعيبه في نفس المجال او نفس الزملاء في نفس المجال ان احنا في الاوضه نقول حاجه ولما نطلع بره خلاص انت قبلت الاعتذار وكان الموضوع انتهى، وهو الراجل اعتذر لك بدل الاعتذار ثلاثه وفي بيان رسمي. فكنت اتمنى الموضوع ينتهي في اوضه الليل، بس انت حبيت انت تكبر الموضوع، ما في حقك مفيش مشكله، وبرده من حق حسين الشحات ان هو يتوجه لنفس الشارع اللي انت سلكته وياخد حقه بالطريقه اللي هو شايفها. بس كده احمد. بالنسبه مارسيل كولر خلى خساره يعني خساره ماتش او ان الفرقه تكسبنا ماتش بالنسبه لهم بقت بطوله. انا بشوف بصراحه ان بيراميدز مأفورين قوي مع النادي الاهلي بصراحه. الموضوع مش طبيعي، يعني انت لازم تحسن علاقتك بالنادي الاهلي. اي نادي بيحسن علاقته بالاهلي بيحصل على بطوله، على فكره يعني فيوتشر لما علاقته كانت كويسه وقدر ان هو ياخد صفقات اعاره من النادي الاهلي اخد بطوله كاس الرابطه. سيراميكا اللي اخد بطوله كاس الرابطه السنه دي ليه؟ ما هو اخدها بلعيبه النادي الاهلي اعاره، لكن طول ما انت علاقتك مش حلوه بالنادي الاهلي او ان انت دايما يعني معلش النهارده كابتن هاني سعيد لما جه
وحضر الموقف وبيصالح ما بين حسين الشحات والشيبي، يطلع بعدها بخمس دقايق ولا بعشر دقايق في البرامج يطلع ينتقد النادي الاهلي وينتقد حسين الشحات. طب انت كنت واقف معاهم، ما انت ده انت شاهد على الواقعه وانت اللي كنت بتصالح ما بين الطرفين، يعني المفروض خلاص بقى ان انا هدي الدنيا. هو والامور ما شافش ازاي يعني؟ مش عارف. انا بقول لك اللي قاله، لا يعني قال كده، يعني ايه ما شافش؟ قال كده ماشي. طب كده ده قال كده في بيان رسمي وفي التليفونات اللي عملها، قال لك هاني قال يعني انه ما شافش حسين، يعني ما شافش الفيديو، ما شافش الواقع يعني. ما شافش الواقع بصراحه. انا بحس ان يعني لا ان هي ان هي شافها يا جماعه. الشيب هو اللي اتضرب، صاحب الشان نفسه، صاحب الشان نفسه اتصالح. انا اسف يعني، صاحب الشان نفسه كان موجود واتصالح وباس وحضن وعمل كل حاجه، الموضوع خلص خلاص يعني. والناس وبرده الراجل يعني الموضوع ايه لازمه كده تحس؟ معلش ممكن اقول حاجه بس؟ انا راجل يعني لعبت وشفت من الامور دي كتير جدا، ما بيننا وما بين بعض كلاعبين، وما بين بعض في الفريق الواحد، وما بيننا وما بين اللاعبين اصدقاء زملاء في الفرق الثانيه، وكانت اكتر من كده بكتير بكتير. انا يعني شاهد على وقائع كثيره جدا، وقد اكون طرف في بعضها، وما كانش بيحصل حاجه. طب سلام، والموضوع بيخلص وبينتهي، وبروح بشوف لو انا اللي غلطان بكلم زميلي بالليل اقول له ما تزعلش مني، لو انا في نفس التوقيت بروح له واقول له انك هتشوفه تاني، انا هشوفه تاني، لا زميلي صديقي زي ما انت قلت. فهي في النهايه انا بشوف ان يعني اوكي، كل واحد او كل مجلس اداره او كل اداره تنفيذيه لها مطلق الحريه في اختيار ما ترى مناسبا لمصلحه ناديها من وجهه نظرهم طبعا، ولكن زي ما انت قلت كل واحد يتحمل كل اموره. النادي الاهلي ينظر لمثل هذه الامور. على فكره انا قلت نفس الكلام اللي انت قلته ده في بدايه كلامي، النادي الاهلي ده ما بيعملش كده علشان منظره ولا لقطه ولا صح. لا، النادي الاهلي الكابتن خطيب وادارته بتعمل كده دلوقتي عشان بعد 100 سنه صح. لو حصل حاجه يرجع. لا، احنا في سنه 2023 عندنا لعيب غلط في حد وغلط امام الجميع، وكنا واخدين البطوله وكنا عاملين كذا وعاملين كذا وعاملين صح. كذا، وتم اقراره ساعتها 500,000. ساعتها ال 500,000 مش هتبقى فلوس بعد 100 سنه، فهيقول له ساعتها ال 500,000 دي كانت فلوس، فان انت تخصم منك 500,000 جنيه كانت حاجه كبيره جدا جدا جدا، بعيدا عن او دون انتظار قرار لجنه انضباط ولا صح. قرار مش عارف مين ولا قرار مين ولا قرار مين. أنا بصراحه انا برضو زعلان من نادي بيراميدز تحديدا، زعلان من الملاك، ناس كويسين جدا، اعتقد ان هم مش هيبقوا راضيين عن ليه رئيس النادي دايما انت واخد موقف من النادي الاهلي. ايه سبب الموقف ده؟ يعني النادي الاهلي عمل لك ايه عشان كل ماتش تطلب بحكام اجنبي، والماتشات الانديه الثانيه ما تطلبش حكام اجنبي، مش عارف حاجات غريبه كده. يعني انت عشان تستثمر في مصر لازم تكسب النادي الاهلي، لازم تكسب جمهور النادي الاهلي. في الكوره في مصر يعني بنسبه 90% او 95% لازم تكسب جمهور النادي الاهلي. هي. لاي مستثمر، اي مستثمر داخل، انا بحترم جميع المستثمرين، لكن اداره نادي بيراميدز تحديدا في حاجه غريبه، في حاجه محتاجه توضيح. انا بشوف ان يعني هم كمجلس اداره او ملاك للنادي كلهم ناس محترمه وعلى الدرجه من فوق، كلهم ناس واصدقاء وكبار جدا يعني، ربنا يكمل لهم على خير، ولكن قد تكون الامور في الاداره التنفيذيه وكل واحد له فكره. بس كل واحد له فكره، خلي بالك. بس أنا فكري الفكر ان انا اتعنت ضد النادي الاهلي، هل ده الفكر؟ من وجهه نظرك على فكره، انا برضه عشان ما حدش يقول لك انت بتدافع عن حد، انا لا ادافع، ولكن انا باخد الطرف الثاني. انا وجهه نظري كطرف او كرئيس تنفيذي او كمدير نادي او كبتاع، ان انا شايف ان انا مصلحتي امشي في الطريق، مصلحتي امشي في الطريق ده. فانا بعمل مصلحتي، مالكش دعوه بقى انت كنادي اهلي او كغيره، انا مش ضدك. بس في بقى نقطه مهمه جدا يا كابتن اسلام، هم بيقولوا كده على ماشي، بس هقول لحضرتك على حاجه. مصلحته ثانيه، مصلحته ان انا وهو داخلين في صفقه، هو كسبني في الصفقه، خلاص ده مصلحتك براحتك بالظبط، لكن ما تاذينيش في حاجه، اللي هو ايه يعني الموضوع ما يبقاش شخصي مع النادي الاهلي تحديدا. هو بيقول ان هو مش شخصي ازاي يعني؟ لما تجيب حكام اجنبي الماتش الاهلي السنه اللي فاتت وباقي الماتشات ما تجيبش حكام اجنبي، ده ازاي يعني؟ ليه التعنت ضد النادي الاهلي من نادي بيراميدز تحديدا؟ اقول لك اللي بيتقال منهم وانا مش موافق على الكلام ده، بس اقول لك اصل الاسلام بيدافع عن الناس يعني، لكن انا مش قصدي والله. أيوة، باخد الجنب الثاني، الجنب الاخر.
لا هو بيقول لك انه النادي الاهلي هو النادي الاكبر والاهم والاعرق وكذا وكذا، وهو اللي بياخد البطولات، فبالتالي لازم نجيب حكام اجانب عشان لو يعني تبقى الدنيا فيها فير اكتر من هو بيقولوا كده. وبصراحه ما دام ماتشه بيقولوا والله لا صح ايوه صح فعلا بيقولوا كده، وما دام ماتشه هو حر انا لسه كنت عايز اقول لك ما دام ماتشه هو حر وحر يعمل وحر صح، هو شايف ان الطريق ده اللي ان هو يسلكه اسلك الطريق ده. شايف ان انت تبقى ضد النادي الاهلي خليك ضد النادي الاهلي. هو النادي الاهلي خسران حاجه؟ معلش يعني باحترامي النادي الاهلي لا طبعا. لو كان ده بيحصل مع نادي من اقرب والانديه اللي موجوده في النادي الاهلي، كل الانديه قريبه من النادي الاهلي، ولكن حد يبقى قريب او نادي كبير قريب من النادي الاهلي وحد لعيب عنده عمل كده، النادي الاهلي ما كانش هيخصم من حسين الشحات؟ كان هيخصم ولا ما كانش هيخصم؟ كان هيخصم طبعا. صح ولا مش صح؟ هي دي الفكره، ان انا كنادي اهلي بارسي مبادئ واخلاق ومبادئ وامور اخلاقيه قبل اي شيء اخر. صح. بعيدا عن اسم النادي اللي انت بقى كنادي اخر بيراميدز او غير بيراميدز، بيراميدز وغيرهم لهم كل الاحترام طبعا، لكن بيراميدز او غير بيراميدز انا بشوف ان انا لا وجهه نظري كمدير تنفيذي او كرئيس تنفيذي او كاي اسم او اي مسمى يعني للي موجودين ان انا اخد الاتجاه اللي هو ارفع قضيه على حسين الشحات في النيابه واروح اقول هنا ان هو غلطان واروح اقول هنا ان هو غلطان واروح اقول ان هو غلطان. صح؟ هو كم واحد سمع الكلام ده؟ كم واحد مصدق الكلام ده؟ كم واحد وافق على الكلام ده؟ لكن حسين يجب ان يعاقب، عوقب من النادي الاهلي من بيته، عوقب من لجنه المسابقات من رابطه الانديه، وبالتالي وتقبل العقوبة هنا وتقبل العقوبة هنا، ولو في أي حاجة تانية هيتقبلها. صح. ليه؟ ليه؟ لا ليه؟ لأنه أخطأ. صح أخطأ، وهو ذات نفسه نزل بيان على صفحته واعتذر للناس وكان تخيل مقدار الترصد مع حسين تحديدا في هذا الأمر. إيه؟ قال لك أصل هو في البيان اللي نزله على صفحته لم يعتذر للشيبي. يا جماعه هو ما اعتذرش للشيبي لانه اعتذر له قبل كده في فيديو ظهر على الناس كلها فيعني ترصد وكل حاجه، ولكن كل واحد تاكيدا للكلام ولا وجهه نظر. كان في بطوله تنس طاوله في البطوله العربيه، وكان في اثنين لعيبه برضو عملوا مشكله والنادي الاهلي رجعهم، اخذ قرار بكده في المغرب في المغرب وغرمهم رغم ان هم كانوا اثنين لعيبه كويسين جدا. ده ترسيخ او معنى النادي المبادئ ونادي القيم في النادي الاهلي. لا وفي نقطه هنا بقى نوثقها بقى. نادي بيراميدز في البيان اللي اصدره على الواقع على لسان الاستاذ ممدوح عيد رئيسه التنفيذي استشهد بمبادئ النادي الاهلي في البيان ده، البيان كبير كابتن اسلام. وطبعا المهندس ممدوح عيد طبعا كان اوريدي كان شغال في النادي الاهلي ايام الكابتن حسن حمدي، والمهندس عادل القيعي اعتقد شرح امبارح للساده المشاهدين كانت ايه نقطه الخلاف، ربما يعني ما زال ليها بعض الاثار عند الاستاذ ممدوح عيد. بس نقطه مهمه بقى، هو استخدم في البيان كلمه مبادئ النادي الاهلي وقال ان النادي الاهلي نفسه عمره ما يفوت موقف. صح. السؤال هنا بقى، نادي بيراميدز عاقب، هل عاقب عامل غرف الملابس اللي كان على دكه البدلاء الاداري اللي كان على دكه البدلاء واللي قام بحركه مشينه تجاه جماهير النادي الاهلي وكل وسائل الاعلام تناولت يعني الفيديو اللي صوره طبعا زميلنا محمد مصطفى اللي بنحييه يعني على اللقطه كانت انفراد بصراحه. السؤال هنا النهارده عدى قد ايه يا كابتن اسلام من ساعه المباراه؟ المباراه فاتت عليها انا ما يهمنيش ان النادي، انا وجهه نظري بقى انا ما يهمنيش ان النادي بيراميدز هو يعاقب، لان انا ما يعني لا ما استشهد انا بتكلم على استشهاده. لا انا اللي يهمني ان الاتحاد الكره اللي طبعا والرابطه اللي تعاقب. ليه؟ لان نادي بيراميدز في الاخر هو حر مسؤول عن المجموعه بتاعته، لكن انا ما يهمنيش لان ما حدش هيعمل زي النادي الاهلي ما عمل. اسمع اللي بقولك عليه، هنكذب بس هيعمل اللي أي. النادي الاهلي عمله. صحيح. ان انا اجيب حسين الشحات واخصم منه نص مليون جنيه. انت بتهزر؟ لا لا ما حدش يعني انت عايز ان هو يعمل كده؟ طبعا ما حدش يعمل، مع انه ما يفرقش معايا نادي بيراميدز سهلة جدا يعني، هو ما عندوش اي ضغط مش اي ضغط مفيش اي وسائل وده مش بالزبط. لا خلي بالك وده لو حصل لانه ممكن يحصل بعد الكلمتين دول كويس والله انا عارف انا بقول لا مش كويس لانه اذا ما كانش اذا لم يكن نابع من جوه الناس يبقى ما هو الا لقطه هي دي اللقطه الحقيقيه اللي هم يعني لو حد عملها تبقى بياخدها، ولكن انا اللي يهمني ان يتم عقابه من قبل الاتحاد الكوره والمسؤولين. مش فارق معايا انا نادي بيراميدز هم حرين يحاكموه ما يعاقبوهمش، دي حاجه وتخصهم، ولانه النادي ما بقالوش سنتين
اكيد عنده طبعا قيم ومبادئ وكل حاجه، ولكن في النهايه كل واحد حر وكل واحد بيكيف ما يراه من وجهه نظره يعني. فعشان كده بقول لك انا اللي يهمني، لا هي رابطه الانديه مش خالد بالفيديو الخارجي. أيوة طب ما تاخد بالفيديو ده كمان وتشوف الدنيا فيها ايه. اتفضل. صح. لا انا طبعا بالنسبه بقى للفني، احنا الفتره دي فتره خلاص راحه، هو مارسيل مستر مارسيل كولر يعني يريح اللعيبه. بكره هنشوف لعيبه شباب كتير في الموجودين زي احمد خالد كباكا، لعيب كويس جدا مواليد 2005، ده بكره ان شاء الله مستقبل يعني، لعيبه مستقبل زي مواليد 2005. لو نجيب حتى الهدف بتاع ماتش الاهلي والدفاع الجوي، كان ماتش كان عمل فيه شغل كويس. برضو في معتز محمد بكره هنشوفه مساك كويس جدا، واحد من المساكين الصاعدين بشكل ممتاز في قطاع الناشئين. ده اللي في الصوره، ده احمد خالد كباكا، ده ممكن بنسبه كبيره يكون بكره موجود في التشكيل. برضو ميدو نبيل اهو اللي معاه الكوره، ده برضو موجود بكره. احمد خالد كباكا اهو بص اللي عمل التمريره لميدو اسامه. فان شاء الله بكره الشباب يعني يكون الناس برضو ما تحطهمش تحت ضغط كبير. نتمنى ان احنا نكسب لاعب او اتنين في ماتش زي ده تفرق معاك. انت النهارده مارسيل كولر بيلعب بثلاثه ارتكاز، لما تكسب واحد زي احمد خالد كباكا معاهم يبقى كويس. النهارده انت محتاج مساك، خاصه ان الاربع مساكين في ثلاثه منهم عدوا سن ال 30، ومحمد عبد المنعم بس هو اللي تحت ال 30. فانت محتاج مساك خامس معاهم زي مثلا معتز محمد ده جايب 6 جوان السنه دي في دوري الجمهوريه في قطاع الناشئين، مميز بضربات الراس. في احمد اشرف ومحمد اشرف الاثنين اخوات على فكره. احمد اشرف اللي هو اللعيب الجناح برده موجود معانا صوره ليهم، احمد اشرف ومحمد اشرف الاثنين دول برده موجودين اخوات. في زعلوك راس الحربه القادم من وادي دجله برده ممكن بكره نشوفه. ففي كوكتيل بكره من القطاع الناشئين ان شاء الله، نتمنى ان شاء الله ان هم يكونوا موفقين في الفتره دي. بالنسبه تحديدا لكولر، كولر كان ممكن البعض يقول لك ان هو من ساعه ماتش الزمالك كان المفروض يريح اللعيبه، وانا بصراحه كنت اميل للراي ده التاني. ممكن الراي التاني اللي هو راي كولر يقول لك لا، انا كنت عايز، كولر دايما جعان بطولات وجعان ارقام، عايز يعمل انتصارات دوري بلا هزيمه، وعايز يوصل للريكورد الاعلى في النقاط. فهو خلاص ما قدرش ان هو يحقق ان هو الدوري بلا هزيمه او اعلى ريكورد، فقال لك لا انا ادي بقى الراحه عشان عندي 73 ماتش في الموسم الجاي. فقال لك ابدا بقى ادي راحه ودعم بيه الشباب اللي هنشوفهم بكره في الماتش. صفقات نادي الاهلي او صفقه نادي الاهلي امام طبعا عشور. اكيد يعني امام عاشور زي ما قلنا كابتن اسلام، امام عاشور واحد من افضل لعيبه خط الوسط في مصر حاليا، وانا عجبني جدا امام برضو في الفتره الحاليه ما بيتكلمش كتير في الميديا، وواضح ان هو شخصيه مختلفه بصراحه عن قبل كده. انا بتمنى له التوفيق، وانا متاكد ان امام عاشور زي ما قلنا قبل كده هو القطع الناقصه في طريقه مارسيل كولر. مارسيل كولر واحد من المحبين طريقه 4-1-4-1، ودايما هو ما بيحبش البلاي ميكر اللي هو رقم 10 الكلاسيكي، ده اتثبت لنا بصراحه على مدار الموسم. هو بيحب اتنين رقم 8، وبيحب ان الاثنين دول يبقوا دايما عندهم زيادات هجوميه وعندهم نفس القوه طبعا في صوت الارتداد، فطبعا حاجه مهمه جدا وواضح جدا جدا. افاجئك بالاسلام، مارسيل كولر من محبي اللعيبه اللي عندهم ورك ريت عالي، اللي عندهم معدل ركض بدون كوره، عشان النقطه دي مهمه جدا. احنا بنقيس الورك ريت بدون كوره، يعني ايه بدون كوره؟ وانت رجليك ما فيهاش كوره بتعمل ايه؟ هو بيحب اللي بيجري، اللي عنده اللي بيغطي اكبر عدد من المساحات الهجوميه والدفاعيه وما بيتمشاش. هو ما بيحبش اللعيب اللي بيتمشى او بيهرول، ما يحبش اللعيبه دي، هو يحب اللعيب اللي يجري، فدايما عينه بتروح للناس دي. فانا في وجهه نظري امام عاشور مناسب للغايه لاسلوب لعب مارسيل كولر، وان شاء الله باذن الله باذن الله هو وزمايله، واكيد طبعا ما زلنا منتظرين عدد من الصفقات الجديده باذن الله في الفتره الجايه. ان شاء الله تبقى قايمه وسكواد قوي يقدر يقدم لنا موسم ناجح زي الموسم ده، ونحقق باذن الله الالقاب كلها دي عشان يبقى موسم تاريخي زي ما برضو جيلكم يا كابتن اسلام قدر على مدار موسمين ان هو يحقق 10 بطولات في موسمين متتاليين. تقريبا كانت حاجه اعجازيه يعني في تاريخ كره القدم في العالم كله، ان الفريق يخش كل البطولات اللي دخلها كسبها ما عدا المونديال يعني، وخدته برونزيه. فنتمنى ان شاء الله مارسيل كولر يعيد هذا الانجاز السنه الجايه باذن الله. علي معلول ان شاء الله مستمر مع النادي الاهلي. علي معلول بيحقق اعلى ارقامه التهديفيه السنه دي، بقاله 7 سنين مع النادي الاهلي، بنقول له يعني كل سنه وهو طيب. دي السنه السابعه مع النادي الاهلي، بقاله 7 سنين. لو استعرضنا بس ارقامه هتلاقي ان ارقامه مع مارسيل كولر السنه دي اعلى ارقام تهديفيه لعلي معلول من اول ما جه. يعني 2016 2017
لعب 39 مباراة، سجل 3 أهداف وصنع 9. 2017-2018 نجيبها بس 23 مشاركة، سجل هدف وصنع 8. ده علي معلول الأرقام دي. تمام، نيجي بعد كده 2018-2019 لعب 36 ماتش، سجل 10 وصنع 10. ده يعتبر تاني أعلى موسم لمعلول اللي هو 2018-2019. 2019-2020 35 مشاركة، سجل 8 أهداف وصنع 9. الموسم 2020 اللي هو بتاع القاضية 34 مشاركة، عمل 15 أسيست و6 أهداف. الموسم اللي فات الماضي لعب 40 مشاركة، 9 أهداف و7 أسيست. السنة دي بقى أكتر موسم لعب فيه ماتشات علي معلول، لعب 44 مباراة، سجل أكتر موسم سجل فيه أهداف السنة دي علي معلول 10 أهداف، وأكتر موسم صنع فيه أهداف 16 أسيست. فده دي السنة السابعة، وبنقول له إن شاء الله كل سنة هو طيب، وإن شاء الله يعني معلول إن شاء الله يعتزل في الأهلي بإذن الله. إمام عاشور طبعا صفقة مكسب كبير جدا للنادي الأهلي، هيمد النادي الأهلي. أنت كولر بيلعب بالأربعة 3-3، فأنت محتاج دايما واحد بكواليتي مختلف في اللي هو المركز 8، أحسن بوكس تو بوكس في مصر. إمام عاشور عنده ميزة التسديد، عنده ميزة التحرك بين الخطوط، عنده ميزة كلاعب حر. يعني إيه لاعب حر؟ إن هو الرجل الثالث اللي هو بيتحرك مثلا في جبهة معلول وجبهة حسين الشحات، أعتقد إن هو هيعمل معاهم جبهة قوية. لعيب جوكر، لعيب دولي، عنده شخصية المنتخب، لعيب نجح في كل التجارب اللي لعب فيها، حرس الحدود، الزمالك، حتى لما احترف فترة صغيرة قدر ان هو يسجل ويروح، هيديك حل التسديد من مسافات، لعيب كورته حلوة. نتمنى ان شاء الله ان هو يدخل معانا في الاجواء سريعا. اهم حاجة بقى الفترة الجاية امام محتاجين ان هو ان شاء الله يركز في الملعب بس، ده المهم، وان انت تثبت ان شاء الله ان انت هو عنده شخصية النادي الاهلي ولعيب كبير وعنده شخصية منتخب مصر برضه. فانت كلاعب دولي محتاج بقى الفترة الجاية تركز في الملعب، تخلص البرنامج التأهيلي بسرعة عشان إن شاء الله تبدأ مع بداية الموسم الجديد بإذن الله مع النادي الأهلي. يا مسهل يا رب، إن شاء الله ربنا يكرمه، لأنه الفترة القادمة هي فترة صعبة جدا على النادي الأهلي في عدد المباريات، ابتداء من 1/9 ماتش السوبر الأفريقي لغايه بقى لما لغايه ما شاء الله، يعني نشوف اللي هيحصل ايه في هذه الامور. فنتمنى رب كل التوفيق للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه. بشكرك شكرا جزيلا يا احمد، شكرا جزيلا يا كريم على وجودك معانا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله بكره مباراه الاهلي والمصري، اخر مباراه في الدوري العام المصري للنادي الاهلي هذا الموسم. مباراة الساعة 8:30، في تمام الساعة 6:30 هتكون مع حضراتكم أو هيكون مع حضراتكم كابتن أيمن شوقي في الاستوديو التحليلي لنقل كل الأحداث ما قبل مباراة النادي الأهلي والمصري. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله أشوف حضراتكم بقى على يوم الأحد القادم وحلقة جديدة من البيت الكبير.